أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الواحد الأحد وبشعار الثوار للأبد يسقط حمد يسقط حمد. قال تعالى في كتابه الكريم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. إخواني وأخواتي أبناء شعب البحرين الأوفياء، أسر الشهداء، أسر الضحايا، أسر المعتقلين، أسر المشردين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بمناسبة يوم القدس العالمي أدعوكم دعوة مخلصة من أخ لكم في الدين وفي الإنسانية وفي الوطن، أن تشاركوا مشاركة فاعلة في المسيرات التي سوف تنطلق في يوم القدس، والتي سوف تحرك المياه الراكدة التي يسعى النظام من خلال آلة القمع الإرهابية أن يخمدها. إخواني الأعزاء، إن مقاومتنا مستمرة، ويوم القدس العالمي ما هي إلا منطلق، لأننا في كل يوم عاشوراء وفي كل أرض كربلاء، بمعنى أن رسالتنا مستمرة وحراكنا مستمر إلى إسقاط آخر طاغوت يحكم هذا الوطن الإسلامي والعربي. النقطة الثانية التي أود أن أشير إليها هي نقطة تشكيل اللجان الشعبية، سواء سميت بلجان شعبية أو بحشد شعبي أو بأمة حزب الله أو ما شابه ذلك من المسميات، لا مشاحة في المسميات، ولكن الهدف واحد، هو تشكيل مجاميع شعبية لحماية النفس ولمقاومة المعتدي. هذه المسألة يجب أن تكون واضحة للجميع، ويجب أن يتخذ كل إنسان في هذا الوطن موقعه من هذه اللجان، لأننا نحن بحاجة اليوم أكثر من أي يوم مضى لتشكيل لجان نحمي بها مساجدنا ومآتمنا ودور العبادة وبيوتنا وقرانا ومدننا، إضافة إلى ردع أي نوع من العدوان، سواء كان عدوان خليفي داعشي أو داعشي آخر من هؤلاء المرتزقة الذين تم استجلابهم في الوطن. هذه نقطة ثانية. النقطة الأخيرة التي أود أن أذكرها لكم في هذه العجالة، أن تكون أهدافنا محددة وقيادتنا موحدة لمثل هذا الحراك، لكي نضمن نجاحا وتحقيقا للهدف. دائما البعض يتساءل: أنتم تطالبون بإسقاط هذا النظام العنجهي، نعم، وماذا بعد؟ وما هي برامجكم فيما بعد ذلك؟ وكأنما المسألة أول ثورة في العالم تطرح، وهذه الثورة هي الوحيدة التي لا تملك أي برنامج وأي أطروحة وأي نظرية لحكم المستقبل، وهذه أعتقد أنها نوع من المغالطات يحاول أن يروج لها البعض. الأجندة واضحة والأهداف واضحة والرؤى والاستراتيجيات كلها والبرامج واضحة، ولسنا في صدد طرحها في مثل هذه الخطابات، وإنما علينا أن نعتقد أن وراء هذا الحراك قيادات فاعلة وواعية وملتفتة إلى كل هذه الأمور، وهي تعي جيدا كيف توصل هذه السفينة إلى بر الأمان. فلا تشغلكم هذه الانشغالات، واعلموا أن عدونا واحد، آل خليفة، هم أعداء لهذا الوطن، لكل أبناء الوطن سنة وشيعة، بل حتى للمرتزقة، لأن هؤلاء المأجورين ما جاءوا إلا ليستخدموا ويسخروا حطباً لنيران التي سوف يوقدونها. هؤلاء سوف يسمحون أيضاً
ضحايا لهذه الآلة القمعية التي يستخدمها النظام الخليفي. فإذا نحن حددنا هدفنا وهو العدو آل خليفة، وهدفنا إسقاط هذا النظام، وهناك برامجنا لإقامة